صلاح موبسيط، أستاذ التربية البدنية بثانوية عند السعدي 40 سنة، ولاعب دولي سابق في كرة اليد ومدرب النادي القنيطري لكرة اليد. أول بذرة هي كنا كنترينيو مع العشية، وبقينا كنتسناو حتى كيتجمعوا الدراري. وجا سي بو شعيب غانمي الله يرحمه مسكين، كان ديك الساعه بلجيكا، وجا قال لي سي موبسيط علاش ما تلهيهم شي حاجه؟ قلت له كيفاش؟ قال لي العبهم ميني فوت ولا العبهم شي ماشي ميني فوت، قال لي العبهم كره القدم صغيره هكا. قلت له يا لباد، وبدينا من تما. هذاك هي الانطلاقه الفكره ديال سي بو شعيب غانمي، قال لي دير لهم ان ستيميلون واحد ديغيفاتيف باش الدراري قبل ما يتجمعوا كلهم وداك الشيء هادو ما يبقاوش باردين ويبقاو جالسين. وفعلا تما انطلقت، بدينا كان قبل ما لونطرينمون كنلعبوا واحد ربع ساعه ولا 20 دقيقه ولا شي حاجه هكا، بين ما كيتجمعوا لي هوند بالور وكنمشيو للهوند. ومن بعد الفكره طاحت، هي انه السي عبد الله دومو هو اخوه الاستاذ الجامعي عبد العلي، كان عبد العلي مسكين كان عندي كابي شويه ما تيقدرش ينقاز ولا شي حاجه، وكانوا عندي اون كلاس. وقلت له علاش انت اللي ما تلعبش الرياضه؟ ما يمكنش، قلت له تبقى هكاك. قال لي اشنو غادي نديرو؟ قلت له تلعب، يمكنك تلعب كره القدم. قال لي اييه. ومن تما انطلقت، بدا كيلعب معنا كره القدم ولكن صغير داك الشيء، كنجمعوا الملعب وكنلعبوا سميتو، وكنا كناخذوا مورا الدروس العاديه سميتو، كناخذوا ديك الساعه ديال من 5 ل 6 ولا من 6 ل 7. وبدينا هكا مع قسم ديال الثالثه ثانوي ديال عبد الله دومو، هما الاولين اللي بداو، لانه ديك الساعه كانت ممنوعه كره القدم في الثانويات على ذاك الاحداث اللي كان وقعت في فاس مع الاستاذ الزهراوي، ومنعوا كره القدم في الثانويات. دونك حنا ولينا كان باش بور ستيميلي لي زيلاف وداك الشيء كنديروا لهم سميتو. ومن بعد مع النادي الثقافي والرياضي ديال تابعيه عبد الملك السعدي اقترحنا في عيد العرش باش نديروا واحد الدوري ديال عيد العرش، وهكا بدات الانطلاقه. هذا الشيء 76 77 هذا الشيء على الثانويه، كنهضر لك على صاعد الثانويه. تبارك الله واحد الحضور جماهيري ما يمكنلكش تصور، راك عشتيه، ديال جميع الناس كيجيو يتفرجوا في التورنوا غير ديال الاقسام الثالثه. ومن بعد ملي جا معنا السي بو شعيب الخليف الله يطولنا عمره، جات هو ولاو كيجيو الدراري ديال الكاك ومنهم دومو لا فامي دومو، وكنا حنا الاساتذه كنلعبوا ضد لا فامي دومو، السي محمد الله يرحمه، عبد الله مصطفى، عبد العلي، عمر والعربي، وسورتو سي عمر المرحوم الله يرحمه وكيل الدوله، كان مسكين كيجي عندي حتى للدار ويهزني بالطوموبيل يقول لي والو تمشي تلعب معنا وصلان. ايوا هكا وهكا بدات. مع المرحوم بو شعيب غانمي هو اللي عطاني ديك الفكره باش الدراري بقاو يسخنوا بكره صغيره ديال الهوند، وبدات تما المنطلق حتى ولاو الدراري كيديروا، حتى ولينا كنديروا كرة الكلاس، لانه كانت ممنوعه باش نلعبوا سميتو، باش نلعبوا الفوتبول الكبير وداك الشيء، لانه الوزاره ومنعاتو. وهكا انطلقت من هذيك الفكره انطلقت. في الثمانينات جا سي حسن مشخشخ، ديك الساعه حنا ما بقيناش كنلعبوا هنا كره اليد، صاوبوا لنا الملعب ديال لافيلوت، وكنا كنديروا لونطرينمون في العشيه ديال الهوند. وجا عندي السي حسن مشخشخ الله يرحمه والشافعي وعبد الله دومو، جاوا عندي قالوا لي ودي راه بغينا نطلبوك، بغينا نديروا تورنوا في رمضان. قلت له انا كي غادي ندير؟ عندي الدراري كيجيو يترينيو هنا، وحنا ديك الساعه في دوزيام ديفيزيون ومكلاسين الاولين، وقلت له حنا غادي نطلعوا باقي لنا لي ماتش. قال لي لا شوف غير اش غادي ندير. قلت له صافي اش غادي نقول لكم، ولكن قال لي وردها الليل. حسن مشخشخ قال لي مسكين يورد لونطرينمون الليل، قال لي دريه باقيين صغار وداك الشيء. قلت له ولكن في الليل هما كيسكنوا في السكنيه، كي غادي دير لهم؟ قال لي انا نتكلف بهم بالدوش ديالهم هكا الله يرحمه مسكين، قال لي نتكلف بهم بالدوش ديالهم بالترونسبور ديالهم بوندو لو مود رمضان كله. بيان سور. ونقول لك واحد الحاجه، شتي هذاك هشام دقيق كلهم تعلموا هنا، كلهم الله يعاونوا وداك الشيء هنا تعلموا. وكانت ليكيب ديال المعموره، وديك الساعه ملي مشاو لهيه وداروا لي زيكيب كان معنا يوسف شيبو لعب هنا، الجعواني لعب هنا، مرزقه لعب هنا، هادو كلهم كانوا لاعبين دوليين. ويونس العمري لعب هنا، المرحوم نور الدين حتى هو لعب، العمري حتى هو هنا لعب، هادو كلهم كانوا كيلعبوا هنا وكيجيو الناس يتفرجوا فيهم وكل شيء. تبارك الله عرفتي شحال كان كيجيو الناس باش يشاركوا. انا ديك الساعه خرجت وليت كندير الاربيتراج معاهم، اللي قال لي انت غتبقى معنا دير معنا التحكيم، فهمتي مع التحكيم لانه كان قريب. وتما ديك التروه اللي كانوا داروا في لافيلوت كانوا دايروا على شكل سوكر ماشي الميني فوت، 5 كانوا داروا 6 وما زادوا لعاب. علاش؟ لانه التيران كان كبير وما كنتشدوش حتى كتخرج الا ضربها مع تروطوار ورجعات كيلعبوها فهمتي كيلعبوها. هذا هو الفرق اللي كان بينه وبين. وكنا كنلعبوا بواحد القانون ديال 2 مينوت، الا شي واحد دار شي مخالفه نيت اللي كتستاهل كنعطيوه 2 مينوت كيخرج عليه. والميني فوت اكزاكتو. والبالون كان كبير، ما كانش هذا الصغير دابا عليك، كان الكره كبيره مازال ما خرجش ديك الساعه. ولكن بدا كيتقدموا الناس كيجيو ديك الساعه وكيجيو من برا وكيجيبوا الكواري، ومن بعد ولينا كنلعبوا بالكره صغيره. وديك الساعه نقول لك على سبيل المثال كانوا فروق ولعابه في المستوى ديال سميتو ديال سميتو، كانت خبازات، كان دمويات. ولعب معاهم حسينه وسيبو جمعه، لعبوا معاهم في التورنوا واش غير شتي سيبو جمعه كيفاش كان ولعب تما. وحسينه تا هو الله يرحمه انا فلعب تما ياك شتي. طوهرية لعب. اش غادي نقول لك، جميع سميتو دوك اللي كانوا نجوم في كره القدم جاوا كيلعبوا الميني فوت. وراك الا عشتي تما كيفاش كان الجمهور عاوتاني وكيفاش كاين، وكانوا فروق عرفتي العظمه اللي كيتلاقاو بحال العماله مع الحسن، بحال سميتو الخبازات والاطوال. ونسيت لك واحد اللي خصني نقول لك دابا، المرحوم مداهيص حميد إلا قلت لك واحد الحاجه سي عمر، لانه كنا حنا كنمشيو لذاك السونتر ديال حسنونة ولا حسونه، وكنا كنلقاو تما في الصباح ملي كنا كنمشيو للهوند على قبل الهوند، في الصباح ملي كنفيقوا داك الشيء كنلقاو الناس دايرين تورنوا في ذاك الملعب شتي، دايرين لاعبين ديجا مع 6 الصباح كيجيو يلعبوا. حسنونة تنقول لك. وحامد مداهيص الله يرحمه كان كيمشي يدير معاهم لي تورنوا، كان كيدري الدراري من هنا وكان كيمشي يدير معاهم لي تورنوا تما. عاد جا هو من دوك المحبين الاولين. ومن بعد واحد السيد هو الله يطول عمره والله يشفيه، هو با حسين كانت عنده ليطوال، الفرقه ديالو كان مسميها ليطوال، حتى هو كان كيصرف التونيات وما يمكنلكش تصور كيفاش كان. وكان ديوانه هادو الفرق اللي تنقول لك الصحاح اللي كانوا. عاد من بعد لانه لاجاكس حتى الدوري الثاني عاد جات، حتى العام الاخر عاد جات واش داروا لاجاكس، شدوا دوك لي ميغزالي مون تما بحال بوزاد بحال واقروش بحال بيرري بحال ابراهيم لوريكي شتي لوريكي سميتو، ولاو جمعوا سميتو. وكانوا الحراس عرفتي ما يمكن لك تصور اش كان بالنيس، ما تعقلش على بالنيس والعربي بالنيس والعرب، هنوش ديال المعموره، والمعموره حتى هي سعيد كان تبارك الله حتى هو كيجبد الدراري ويدير دا واحد العام حتى هو تما، المعموره حتى هو عنده تاريخ تما. ومن بعد ولاو ملي الرباط دارت التورنوا ديالها في الرباط ولاو لي زيكيب ديال هنا سميتو كيمشيو يلعبوا في الرباط وتا هما وكيجيبوا لي تيتخ من الرباط. وهذا الشيء نقول لك. شكرا سي صالح. ما كاين مشكل.